توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها، وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا لوفاتها. زواج استمر لما يقارب 25 سنة، أنجب منها 6 أولاد: القاسم، عبد الله، زينب، رقية، أم كلثوم وفاطمة. سؤالنا لنهار اليوم: من هي أول سيدة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها؟ لمعرفة الإجابة تابعوا معنا الحلقة. مع رمضان. الحمد لله. والله الحمد لله. وش غلبك؟ والحمد لله. الحمد لله. رمضان صحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك مع رمضان؟ لا غير الحمد لله صابر. وش غلبك شوية؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. لا لا والله غربية، أنا عيان شوية، عندي أمور، برك الله ربي يفرجها إن شاء الله. آمين إن شاء الله، بارك الله فيك. اسمي جمال. جمال جمال، كيف حالك مع رمضان؟ والله غير الحمد لله، والله غير النعمة. والله والله غير النعمة. الحمد لله يا ربي. ما تدخنش؟ ما ندخنش. كما كل عام، العبادة وذكر الله و... إن شاء الله ربي يتقبل مننا. والصيام مقبول وأجر. كيف هي رمضان في الشلف؟ والله يصاب ربي يا عم. لا بأس يعني. الحمد لله. سيرتو هذا اللي زاني سوا هذا العام. صدر كما نقولوا الناس بكري كانوا يسافروا من الغلا والاخر، هذا العام وندي صافا 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 الحمد لله. العام هذا نقولوا الحمد لله بارابور للعام اللي فات. هذا ماهوش غالب والله. شفت عزيز سؤالنا لنهار اليوم يقول لك كاين والله بمن تزوج الرسول عليه الصلاه والسلام بعد خديجه مباشره. السيده التي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاه خديجه رضي الله عنها. يا سبحان الله. تزوج سيدنا عائشه. سيدتنا عائشه. ماشي عائشة. ماشي عائشة. معليش. عائشة ولا زينب؟ زينب بنته. لا لا. والله ما عندي حتى فكرة. الله سبحان الله. راحت لك. راحت لي. زيد خمم شوية. أمينة. أمينة هي الأم تاعه. أمينة أم تاعه. بنت سيدنا أبو بكر. عائشة. لا ماشي عائشة. هم يقول لك من هي الصحابية التي تزوج بها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة مباشرة؟ الله والله خمم شوية. بمن تزوج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها؟ الله ما لا بأس. خديجة أول وحدة تزوج بها بعد وفاة خديجة. نقرب لك شوية. خديجة هي الأولى. خديجة هي الأولى. هي الأولى. بعد وفاتها. بعد وفاتها. نعطي لك 3 اختيارات. عندك سودة بنت زعمة. وعائشة رضي الله عنها بنت أبو بكر. أظن أنها عائشة بنت أبو بكر. لا ماشي عائشة. ماشي عائشة. ماشي عائشة. لا لا زوجة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد خديجة رضي الله عنها. بعد خديجة رضي الله عنها. يا الله أعلم. الله أعلم. عائشة. عائشة. ماشي عائشة. أول وحدة تزوجها بعد الوفاة خديجة رضي الله عنها. لو ما خانتنيش الذاكرة فاطمة ليس. فاطمة هي البنت تاعه. هي بنت. بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. خديجة. خديجة هي توفات اللي تزوج بها قبل مورا خديجة. كاينة وحدة هي كانت أول وحدة بعد خديجة. ما كاش إجابة. ما كاش إجابة. الله أعلم. زينب. شوف نعطي لك 2 اقتراحات. عندك سودة بنت زمعة وعندك عائشة رضي الله عنها. زينب. عائشة. قلت لك عائشة. لا ماشي عائشة. عندنا سودة. عائشة السير ها ماشي السيرة ماشي عائشة. عندنا سودة بنت زعمة. وعندنا زينب بنت خزيمة. سودة بنت زعمة. وعندنا زينب بنت خزيمة. بالضبط ما عندي شاف غادي سيء على الزهر. سيء على الزهر، خير وحدة منهم. الأولى. سودة بنت زمعة.
نعم، هي أول سيدة تزوج بها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة رضي الله عنه. الكثير يعلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عن خديجة رضي الله عنها في حياتها، واستمر الزواج منها حوالي تقريبا 25 سنة، وحزن حزنا كبيرا لوفاة خديجة رضي الله عنها. نعم، وبهذا أول من تزوج بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي سودة بنت زمعة. تحصلت معنا اليوم على الجائزة وهي ايربود مهداة من قناة لاباتيري نيوز. تقدر تحصل معنا على الجائزة، وش تقدر تقول للمشاهدين بمناسبة شهر رمضان؟ نقول لهم عام سعيد ورمضان كريم. أمين إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي للأمة، يعني كبير والصغير أول شيء يتقبل منا صيامنا والقيام إن شاء الله، والقيام تاعنا. أمين. والأدعية يعني ماذا بي أي واحد ولا صغير ولا كبير يكثر من الدعاء. أمين يا الدعاء ربي. يعني ما وشي قراتوي كما يقول لك ما غاديش تخلص عليه. وي صح. في الطريق ادعي، وإن شاء الله يا ربي احنا رمضان نعرفوا احنا الشعب نتقلقوا لازم نتسامحوا. وي باسكو إلا ما تسامحنا شو بدينا نتقلقوا أكوا صار نصوم. معنا الجائزة تاعك، الله يحفظك وصحة رمضانك. أمين الله يحفظك تعيش.